بسم الله الرحمن الرحيم، طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة في مقرر التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي. محاضرتنا النهاردة هتكون هي المحاضرة العاشرة والأخيرة في التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي. والحقيقة هذا المقرر كان من المقررات الحديثة اللي تناولنا فيه على مدار 10 محاضرات أهم الجوانب القانونية للتنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي. محاضرتنا العاشرة النهاردة هتكون هي استكمالا للمحاضرة 9 الماضية. هنتكلم النهاردة عن الآثار القانونية التي تنتج عن تحقق المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي. لكن قبل ما نبدأ في محاضرتنا هنحاول نربط ما سبق ودرسناه في المحاضرة 9 بهذه المحاضرة إن شاء الله. لو نتتذكر مع بعض إن احنا في المحاضرة 9 الماضية اتكلمنا عن قيام المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي، وعرفنا ان في هناك شروط لقيام المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي، وقلنا في هذا المحور ان اذا كانت المسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي دي بتعد قائمة وبيجب توافر مجموعة من الأركان زي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فالذكاء الاصطناعي أيضا من الممكن إن هو تثار إمكانية مساءلته جنائيا في حالة لو ارتكب أفعال بتودي بحياة الأفراد في داخل المجتمع. عرفنا إنه من الشروط الأساسية التي ينبغي أن تتوافر من أجل قيام مسؤولية الشخص عن الجرائم اللي بيرتكبها إن الشخص ده يكون شخص عاقل ومتمتع بالإرادة والقدرة على التمييز. لكن الأمر في ظل غياب النصوص القانونية اللي بتحدد الشروط اللي ينبغي توفرها في الذكاء الاصطناعي من أجل إن احنا نقدر نقول إن هو تقوم مسؤوليته الجنائية. هل كانت الشروط التي تنطبق على الإنسان أو الشخص دي يمكن إن هي تتلائم مع تقنيات الذكاء الاصطناعي دي؟ الحقيقة قلنا إن المسؤولية الجنائية هي بتعني تحمل نتائج الأعمال، ودي بتتحدد بوضوح ودقة في نطاق القواعد الجنائية من خلال الالتزام بتحمل ما يترتب على النشاط الإجرامي. قلنا كمان ان التشريعات المختلفة بتشترط لثبوت المسؤولية الجنائية ان يكون هناك توافر لشرط العقل، وقلنا ان القاعدة دي حتى لو كانت بتطبق على الانسان فالذكاء الاصطناعي هو شبيه الى حد كبير بالشخص الطبيعي في هذا الامر، فرغم ان هو ليس لديه اي عقل بشري الا انه لديه عقلا اصطناعيا. قلنا كذلك ان اذا كانت القاعدة العامة بتنص على انه لا مساءلة جنائية بدون القدرة على الادراك والتمييز، فان الامر لا يكون كافيا للمساءلة فقط بتحقق النشاط الاجرامي. لذلك فعنصر الادراك والتمييز بيقوم على الصلة بين النشاط الذهني والنشاط المادي، بمعنى ان ما يستلزمه النشاط المادي للجريمة بيكون هو الارادة والقدرة على التمييز. كمان ذكرنا ان هناك اتجاهين، اتجاه تقليدي واتجاه معاصر. الاتجاه التقليدي ده قال ان الجريمة لا تثبت الا على الانسان، اما الذكاء الاصطناعي ده فلا يمكن ان تثبت مسؤوليته او تثبت عليه المسؤولية الجنائية على اعتبار ان الذكاء الاصطناعي ده لا يتمتع باي اهلية جنائية. بينما جاء الاتجاه المعاصر وقرر بقيام المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي من منطلق الاعتراف للذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية
وده فسره قرار البرلمان الأوروبي اللي صدر في عام 2017. اتكلمنا أيضا عن الأشخاص المسؤولين جنائيا عن جرائم الذكاء الاصطناعي، وقلنا إن في عدة أشخاص من الممكن إن يتم مساءلتهم عن الجرائم التي ترتكب من قبل الذكاء الاصطناعي، وأول واحد من هؤلاء الأشخاص كان هو مصنع الذكاء الاصطناعي. وقلنا إن الذكاء الاصطناعي اللي بيتمتع بالاستقلالية ده قد يجعل من الصعب إحكام السيطرة عليه، وبالتالي من الممكن إن المسؤولية المدنية يمكن إقرارها سواء بالنسبة للمنتج أو المصنع إذا ثبت إن الأضرار دي راجعة لأخطاء ارتكبها الذكاء الاصطناعي نتيجة لعيب من عيوب المنتج. كمان عرفنا ان المبرمج من الممكن ان تثور مسؤولياته الجنائية لو ثبت انه قام ببرمجة الذكاء الاصطناعي دي من خلال برمجيات خاطئة او بيانات مغلوطة وغير مفهومة. اتحدثنا ايضا عن المسؤولية الجنائية لمستخدم الذكاء الاصطناعي، وقلنا ان المستخدم او مالك الذكاء الاصطناعي ده قد يحصل من اجل استخدامه او الاستفادة من قدراته الهائلة، وهذه البرامج قد لا تغلو من الأخطاء مما تتسبب في ارتكاب جرائم ضد البشر. فالمستخدم رغم انه لا يبرمج الذكاء الاصطناعي الا ان استخدامه في الاعتداء على الغير او استخدم الذكاء الاصطناعي في الاعتداء على الغير، وده كان لا يختلف عن قيامه بتسخير حيوان في الاعتداء على الآخرين. كمان عرفنا ان المسؤولية الجنائية في غالب الاحيان ممكن تكون مشتركة لو تم ارتكاب الجريمة من قبل مجموعة من الفاعلين سواء كانوا فاعلين اصليين او مشاركين. اشرنا كذلك الى ان البعض اعتبر مسؤولية مالك الذكاء الاصطناعي هي مسؤولية مفترضة بالنسبة للجرائم اللي بترتكب عن طريق الذكاء الاصطناعي اللي بيقع في حوزته، وتوصلنا في نهاية الأمر إلى أن المالك بيعد مسؤول عن جميع الجرائم اللي بيرتكبها هو بنفسه نتيجة سوء استخدامه للذكاء الاصطناعي. تحدثنا أخيرا عن المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي نفسه، وقلنا أن الذكاء الاصطناعي إذا استطاع، قلنا أن الذكاء الاصطناعي قد يقوم نتيجة خطأ الشخص بارتكاب جريمة ما، وهذه الجريمة لا يكون فيها أي دخل للأطراف، حيث إن القرارات المستقبلية اللي بيتخذها نظام الذكاء الاصطناعي دي قد بتؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وهنا الذكاء الاصطناعي بيتحمل المسؤولية. آخر حاجة تحدثنا عن مسؤولية الطرف الخارجي لجرائم الذكاء الاصطناعي، وقلنا ان التصور في الفرض ده او التصور في الحالة ديت انه يقوم طرف اخر خارجي بالدخول على نظام الذكاء الاصطناعي ويخترقه باي طريقة او اي وسيلة من الوسائل ويستغله في ارتكاب الجريمة. وفرقنا في هذه الحالة بين فرضيين او فرضيتين، قلنا ان لو قام الطرف الخارجي ده باستغلال ثغرة من الذكاء الاصطناعي، الثغرة دي وجدت بإهمال المنتج أو المبرمج، فالمسؤولية هنا بتكون مسؤولية مشتركة. والفرض التاني إن لو قام الطرف الخارجي باستغلال ثغرة في الذكاء الاصطناعي دي، لكن الثغرة دي وجدت دون إهمال من المالك أو المصنع، فالمسؤولية في الحالة دي بتقع على الطرف الخارجي وحده. النهاردة هنستكمل حديثنا عن الآثار اللي بتترتب أو الآثار القانونية اللي ممكن بتنتج عن تحقق المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي. محاضرتنا النهاردة هي زي ما قلنا لحضراتكم هي المحاضرة العاشرة والأخيرة، وهنتحدث أو هنقسمها مع حضراتكم إلى عدة محاور، وهم محورين أساسيين. المحور الأول هنتكلم فيه عن أهم العقوبات المقررة على جرائم الذكاء الاصطناعي. النهاردة لو تم ارتكاب جريمة بالفعل من جرائم الذكاء الاصطناعي دي، ما هي العقوبة التي من الممكن أن توقع أو تطبق بالنسبة لهذه الجرائم؟
هل هي ذاتها العقوبات الواردة في القواعد العامة في قوانين العقوبات، أم أن هناك عقوبات أخرى خاصة بجرائم الذكاء الاصطناعي؟ وإذا ما انتهينا من بيان العقوبات المقررة لجرائم الذكاء الاصطناعي، فإن الأمر يسور بسبب ما إذا كان بالإمكان أن تنتفى المسؤولية الجنائية بخصوص الجرائم التي يرتكبها الذكاء الاصطناعي، وما هي الحالات التي تنتفي معها المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي. هذا هو محور محاضرتنا النهاردة إن شاء الله، وهنوضح لحضراتكم في كل محور وكل نقطة على التفصيل اللازم إن شاء الله. الحقيقة في بداية الأمر قبل أن نتطرق إلى محاضرتنا، وده اتضح لنا وذكرناه أكثر من مرة على مدار محاضرتنا، إن التكنولوجيا النهاردة هي في تطور وفي تطور مستمر، وإن التكنولوجيا أو نظم الذكاء الاصطناعي دي هي في حقيقة الأمر بتعد من أهم ما أنتجته لنا الثورة الرقمية، وما أهم وهي كذلك أو هو هذه النظم كذلك من أهم ما اخترعته يد البشر للإنسان. الإنسان استطاع إن هو يصل بفضل ما قام به من جهود وجهد وذكائه وفطنته في هذا الأمر، إلى إن هو توصل إلى اختراعات مذهلة. كان من أهم هذه الاختراعات التي توصل إليها الإنسان هي نظم الذكاء الاصطناعي بصفة عامة، والإنس آلة بصفة خاصة. إلا أن هذا الذكاء الاصطناعي لم يكتفي فقط بأن هو يقوم بأدواره، بل بيقوم بارتكاب جرائم ضد البشرية. وأوضحنا منذ قليل أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن هو يرتكب الجرائم الجنائية التي تقوم بشأنها مسؤوليته الجنائية. غير أن هذا الذكاء الاصطناعي زي ما ذكرنا لم يكتفي فقط بأن هو يقوم بالأدوار المنوطة به، لكن تعدى ذلك الأمر إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسان. وهذه الجرائم اللي بترتكب من قبل الذكاء الاصطناعي زي ما تعرفنا في محاضرتنا السابقة بتثار بشأنها المسؤولية الجنائية له، والمسؤولية دي اللي بتعود بالأساس إلى الأطراف الأربع اللي تحدثنا عنهم. غير أن المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي ديت حتى وإن تم تقريرها، يعني تم ثبوتها وقيامها، فإنه بتترتب عليها عدة آثار أو نتائج قانونية. الآثار دي الحقيقة بتجعلنا إن إحنا نستفسر عن أمرين أو بصدد استفسارين. أول حاجة، إيه هو نوع العقاب أو الجزاء الجنائي المفروض يقرر في جرائم الذكاء الاصطناعي؟ إيه هو نوع الجزاء الجنائي المقرر بشأن جرائم الذكاء الاصطناعي؟ وده الحقيقة هيكون هو محور حديثنا الأول في محاضرتنا النهاردة. طيب، إذا تعرفنا على نوع الجزاء الجنائي أو نوع الجزاءات الجنائية المقررة بشأن جرائم الذكاء الاصطناعي، إلا إنه بيثور بالتالي أو ترتيبا على ذلك تساؤل مهم، وهو كيف يمكن للذكاء الاصطناعي هذا أن يتحلل من المسؤولية الجنائية المقررة في حقه؟ وهل بالإمكان إن هو يتحلل من هذه المسؤولية من عدمه؟ حقيقة هذا هو محور حديثنا في المحور الثاني إن شاء الله في محاضرتنا اليوم بإذن الله تعالى. المحور الأول، وهنتحدث فيه مع حضراتكم عن العقوبات المقررة لجرائم الذكاء الاصطناعي. العقوبات المقررة لجرائم الذكاء الاصطناعي.
بداية هناك مبدأ مهم من المبادئ الواردة في القانون الجنائي، وهو مبدأ أساسي ويسمى أو يطلق عليه مبدأ الشرعية الجنائية. ربما بعضنا سمع هذا المصطلح أو درسه أو تعرف عليه، وهو مبدأ الشرعية الجنائية. مبدأ الشرعية الجنائية باختصار يقصد به أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. يبقى إذا مبدأ الشرعية الجنائية هذا يقصد به أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. يعني النهاردة ما أقدرش أقول إن ده على الفعل ده جريمة أو السلوك ده جريمة، ولا أقدر إن أنا أفرض عقوبة إلا إذا كان منصوص عليها في بالقانون أو موجود عليها نص في هذا الأمر. يبقى إذا مبدأ الشرعية الجنائية يعد من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي، وهو يقصد به أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، أي أنه لا يمكن أن نقرر سلوكا إجراميا أو نفرض جزاء جنائيا على هذا السلوك إلا إذا كان هناك نص قانوني صريح بيقر ذلك. والحقيقة إن التشريعات المختلفة نصت على هذا المبدأ اللي هو مبدأ الشرعية الجنائية. فنجد مثلا على سبيل المثال التشريع المغربي، نجد نص على هذه القاعدة في الفصل الثالث من مجموعة القانون الجنائي، واللي جاء فيه إنه لا يصوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون، ولا يمكن معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون. يبقى إذا المشرع المغربي تطرق في طياته وفي نصوص قوانينه الجنائية إلى مبدأ الشرعية الجنائية. الأمر كذلك في المشرع بالنسبة للمشرع المصري، حيث نجده هو الآخر قد نص في دستوره المصري في المادة 95 على أن العقوبة شخصية، يعني العقوبة النهاردة لا توقع إلا على شخص مرتكب الجريمة، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. يعني لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وهذا هو مبدأ الشرعية الجنائية. ثم استطرد المشرع المصري في دستوره المصري وقال أنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، لابد أن العقوبة أو الجزاء الجنائي يوقع من قبل أو بناء على حكم قضائي. كمان لا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. نستشف من هذا النص أن المشرع المصري حرص هو الآخر مثله كمثل التشريعات الأخرى على إن هو ينص على مبدأ الشرعية الجنائية الذي يعد من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي. إذا بيتضح لنا من هذه النصوص ومن هذه المقدمة أنه إذا لم يوجد نص قانوني يجرم الفعل الإجرام المرتكب، يعني لو النهاردة ما وجدش أو ما استطعناش إن إحنا نعثر على نص في القانون يجرم الفعل الإجرام المرتكب ده، فبالتالي إحنا لن نستطيع في هذه الحالة أن نقرر بأن هذا الفعل يعتبر بمثابة جريمة قائمة بحد ذاتها. والأمر ده الحقيقة بنلمسه في تقنيات أو في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي، لأن زي ما احنا عارفين إن تقنيات الذكاء الاصطناعي ديت هي تقنيات حديثة جاءت نتيجة التطور وفرضها التطور التكنولوجي. والحقيقة ما زالت معظم التشريعات النهاردة لم تفرد لها نصوص قانونية خاصة بها، ولا أو لم تتحدث أو تتطرق إليها في غالب الأحوال، وإن النصوص القانونية لا توجد بهذا الشأن. وده بيعني إننا حتى في ظل استخدام هذه التقنيات الذكية فإننا بنواجه فراغ تشريعي بخصوص هذه النظم الذكية، وبالتالي
فكيف تتلائم القواعد الجنائية المذكورة مع هذه النظم الخاصة بالذكاء الاصطناعي؟ يبقى اللي عايز حضرتك تعرفه من النقطة ديت ان لو اذا لم يوجد هناك نص قانوني يجرم الفعل الاجرام المرتكب ده، لا نستطيع ان احنا نعتبره بمثابة جريمة قائمة. والامر ده حقيقة بنلمسه في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي، هذه التقنيات الحديثة التي فرضها التطور التكنولوجي. بيثار التساؤل انه في ظل استخدام هذه التقنيات الذكية فبنواجه فراغ تشريعي بخصوصها، وبيثار التساؤل عن كيف تتلائم القاعدة الجنائية مع نظم الذكاء الاصطناعي هذه. الحقيقة انه مما لا شك فيه ان الظاهرة الاجرامية النهاردة بتفرضها الاحداث التي تتطور وتحدث في المجتمع. الظاهرة الإجرامية النهاردة بيفرضها أو بتفرضها أحداث المجتمع، وإن النص القانوني بيأتي بعد ظهور الجريمة، وليس للمشرع رؤية استباقية للنص على الجريمة قبل حدوثها. يبقى بصفة عامة كده إن الظاهرة الإجرامية ديت بتفرضها طبيعة الأحداث اللي بتحدث في المجتمع، والنص القانوني بيظهر أو بيأتي نتيجة أو بعد ظهور هذه الجريمة، وإن المشرع ما بيكونش لديه أي رؤية سابقة للنص على الجريمة قبل أن تحدث. وده بيتضح لو تمعنا قليلا في الأحداث الخاصة بجرائم الإرهاب اللي سبق مثلا وتعرضت لها بعض الدول، زي مثلا دولة المغرب، في الأحداث مثلا اللي حدثت في الدار البيضاء أو في مراكش وغيرها طبعا من الدول، بحيث إن ما تعرض له المجتمع المغربي آنذاك من تهديد في منظومته الأمنية وفي زعزعة استقراره. الحقيقة كل ده دفع بالمشرع في دولة المغرب إلى إن هو يبادر ويسرع في إن هو يسن القوانين التي تتعلق بمكافحة جرائم الإرهاب، وكذلك دفع به إلى إن هو يحدد العقوبات اللازمة والضرورية لمثل هذه الجرائم، بهدف إن هو لا يتم تكرار الأمر مرة أخرى، وحتى يكون هناك نص قانوني واضح وحاسم يقوم بزجر وردع كل من تسول له نفسه ان هو يمس بأمن الدولة الخارجي والداخلي. ده بالنسبة لجرائم الإرهاب وقيام المشرع المغربي بسن النصوص القانونية التي تجرم مثل هذه الأفعال، حفاظا على أمن الدولة الداخلي والخارجي. نفس هذا الأمر الحقيقة يمكن أن يتم إسقاطه بخصوص أو في ما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها الذكاء الاصطناعي، لأن هذه التقنيات ما دام أنه لا يزال الحديث عنها حديثا ضعيفا، وما دامت هذه التقنيات كذلك لم تظهر لحيز الوجود بشكل كبير في مختلف الدول خصوصا دولة المغرب، فبالتالي إن النص القانوني سيظل غائبا. وزي ما قلنا وذكرنا مع بعض إن الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله هيكون لها تنظيم وتشريع ينظمها، أو هتظهر لنا الأيام المقبلة إن شاء الله مدى الحاجة إلى وجود تنظيم قانوني وتشريعات تنظم هذه التقنيات الحديثة. لكن هذا لا يعني إن يتم إعفاء هذه التقنيات الحديثة من المسؤولية الجنائية عن الجرائم الجنائية التي ترتكبها. زي ما ذكرنا إن المسؤولية الجنائية هنا بتبقى ثابتة وقائمة. الأمر اللي بيمكن معه إن يتم توقيع العقوبة عليها. العقوبة ديت الحقيقة إما إن هي تكون أو توقع على مصنع أو على مستخدم
او على الذكاء الاصطناعي نفسه او على الطرف الخارجي في الجريمة. بالنسبة للمصنع بيشترط ان يراعي معايير الجودة والامان في الذكاء الاصطناعي وعدم تعمده ان هو يدع برمجة برامج تسمح للنظام الذكي. زي ما قلنا بالنسبة للمصنع يشترط ان هو يقوم بمراعاة معايير الجودة والامان في الذكاء الاصطناعي وان هو لا يتعمد وضع برمجة برامج تسمح لهذا النظام الذكي ان هو يرتكب الجريمة. اذا لم يقم بهذا فبالتالي تعد المسؤولية الجنائية هنا مسؤولية قائمة في حقه وتفرض عليه العقوبات الجنائية نتيجة عدم التزامه بهذه الضوابط والمعايير. العقوبات اللي من الممكن ان هي توقع على مصنع الذكاء الاصطناعي، العقوبات دي بتتعدد حقيقة بتعدد الجرائم اللي بيرتكبها الذكاء الاصطناعي، بحيث ان هي يمكن ان تندرج ضمن هذه العقوبات الاعدام او السجن المؤبد او السجن المشدد او السجن او الحبس او الغرامة وفقا لدرجة وخطورة وجسامة الجريمة وجسامة الضرر اللي بينتج عنها. وده بيعني ان العقوبات الاصلية اللي بتكون واردة في القواعد العامة في القانون الجنائي او في قانون العقوبات بيمكن مواجهة بها مصنع الذكاء الاصطناعي لو تبين ان الفعل الاجرامي اللي ارتكب من قبل تقنيات الذكاء الاصطناعي ده كان ناتج عن تعمد المصنع لارتكابه هو. يبقى الامر الاول اللي عايز حضرتك تعرفه ان العقوبات اللي بيمكن ان هي توقع على مصنع الذكاء الاصطناعي ده، الحقيقة ان العقوبات دي بتتعدد بتعدد الجرائم اللي بيرتكبها بحيث ان هي تندرج تحت هذه العقوبات، مثلا عقوبة الاعدام او السجن المؤبد او السجن المشدد او السجن او الحبس او عقوبة الغرامة وفقا طبعا لدرجة وخطورة وجسامة الجريمة وخطورة وجسامة الضرر اللي بينتج عنه. بالنسبة للمستخدم بقى وهو بيحصل على تقنيات الذكاء الاصطناعي من المصنع او المنتج، وده بيعد اكثر شخص بيمكن ان هو يستخدم في ارتكاب جريمته، كأن يستخدم مثلا تقنيات الذكاء الاصطناعي ديت في الاعتداء على الاخرين او استخدام الذكاء الاصطناعي في الجريمة اكبر عنه في حالة استخدام الحيوانات. وده بسبب ان الذكاء الاصطناعي ده بيكون زي ما احنا عارفين لديه قدرات فائقة وبيمكنه ان هو ينفذ اوامر تمتاز بصعوبتها وتمتاز بتعقيدها. في هذه الحالة العقوبة اللي هتقع على مالك تقنيات الذكاء الاصطناعي، السبب في كده ان سلوك المالك ده هو اللي تسبب في احداث النتائج الاجرامية في هذه الحالة، وتوافرت علاقة السببية بين السلوك وبين النتيجة، وبالتالي هذه العناصر بتمثل الركن المادي للجريمة. لكن رغم ذلك العقوبة اللي هتطبق هتختلف بحسب ما إذا كان قصد المالك عن عمد ارتكاب هذا السلوك او كان هذا السلوك نتيجة لخطأ غير عمدي، وبالتالي فالعقوبة هنا هتختلف في كلا الحالتين او في كلا الامرين وبحسب النص الجنائي المطبق. نفس الامر ده في القواعد العامة اللي بيمكن مواجهة بها المستخدم في حالة مثلا ثبوت ان لم يقم باستعمال الذكاء الاصطناعي
وفق التوجيهات اللي أمر بها المصنع. إذن اللي عايز حضرتك تعرفه هنا إن العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة بتقع على مالك تقنيات الذكاء الاصطناعي، لأن سلوك هذا المالك هو اللي أحدث النتيجة الإجرامية، وبالتالي توافرت علاقة السببية بين السلوك والنتيجة. لكن الحقيقة تم التفرقة في خصوص العقوبة التي توقع بين ما إذا كان المالك ارتكب هذا السلوك عن قصد وعن عمد، وبين نتيجة خطأ غير عمدي من قبل المالك. بعد كده بقى بالنسبة للذكاء الاصطناعي نفسه، الحقيقة نتيجة للتحول اللي هيشهده الذكاء أو نظم الذكاء الاصطناعي حول مسألة الإدراك الاصطناعي، فده هيمكن الذكاء الاصطناعي من إن هو يكون حر، وإن هو يتحمل المسؤولية عن أفعاله، لأن القدرات الهائلة له، هذه القدرات من المتصور إن هي في المستقبل ترتكب جرائم بإرادتها الحرة المنفردة دون أن يكون هناك أي تدخل من الغير في ذلك، سواء كان الغير ده المنتج أو مستخدم. وبالتالي فإحنا هنكون هنا أمام مسؤولية جنائية بتوجب معها أن يتم معاقبة هذا الذكاء الاصطناعي. بخصوص بقى أما بخصوص العقاب، فالحقيقة من المعروف ان العقوبات السالبة للحرية، هذه العقوبات لا نستطيع او لا يمكن ان يتم تطبيقها الا على الانسان فقط، بمعنى ان ما نقدرش او ليست هناك اي امكانية ان احنا نطبق مثلا عقوبات الاعدام او السجن المؤبد او العقوبات السالبة للحرية على كيانات الذكاء الاصطناعي. فكيانات الذكاء الاصطناعي لا تقبل بأي حال ان يتم توقيع عليها مثلا عقوبة زي عقوبة الاعدام او السجن المؤبد او العقوبات السالبة للحرية. لكن رغم ذلك الامر، ورغم هذه الصعوبة في تطبيق عقوبات الاعدام والسجن المؤبد والعقوبات السالبة للحرية على كيانات الذكاء الاصطناعي، إلا أنه مع ذلك بتوجد عقوبات يمكن إن هي تتلائم مع الذكاء الاصطناعي. هذه العقوبات تتمثل في مثلا الغرامات المالية، فالغرامات المالية تصلح لأن هي تطبق على الذكاء الاصطناعي، وتصلح إن هي تطبق أيضا على الروبوتات وفقا لمفهوم الشخصية القانونية الرقمية أو مفهوم الشخصية القانونية الإلكترونية الممنوحة أو التي تمنح للذكاء الاصطناعي. كمان من الممكن إن الذكاء الاصطناعي ده يطبق أو تطبق عليه عقوبة الحل والإيقاف أو المصادرة. من الممكن إن يتم تطبيق على الذكاء الاصطناعي عقوبة الحل والإيقاف أو المصادرة، وده بيعني إن هذه العقوبة بتعادل عقوبة الإعدام، لأنها بيتم فيها إيقاف برنامج الذكاء الاصطناعي نهائيا، بيتم فيها إيقاف برنامج الذكاء الاصطناعي نهائيا وحل الروبوت إذا ما أصبح إن هو خارج عن السيطرة وأصبح بيشكل تهديدا كبيرا لحياة البشر، أو يمكن إن يتم مصادرتها ونزع ملكيتها جبرا وتضاف إلى أملاك الدولة دون مقابل لذلك. اللي عايز حضرتك تعرفه في هذا الأمر إن العقوبات السالبة للحرية زي مثلا عقوبات الإعدام والسجن المؤبد لا يمكن إن هي تطبق على كيانات الذكاء الاصطناعي، لكن هناك عقوبات أخرى من الممكن إن هي تتلائم مع الذكاء الاصطناعي زي الغرامات المالية. كمان بيمكن إن يتم تطبيق عقوبة الحل والإيقاف أو المصادرة على الذكاء الاصطناعي.
كمان بيمكن تطبيق عقوبة الحل والإيقاف والمصادرة على الذكاء الاصطناعي، والعقوبة ديت بتعادل عقوبة الإعدام، لأنها زي ما قلنا بيتم فيها إيقاف برنامج الذكاء الاصطناعي نهائيا، وكذلك حل الروبوت لو أصبح خارج عن السيطرة. من العقوبات أيضا اللي من الممكن إن هي تفرض على الذكاء الاصطناعي ما عقوبة سحب رخصة السياقة أو السواقة يعني في أو لمدة محددة بالنسبة للسيارات ذاتية القيادة، أو يمكن إعادة تأهيل نظام الذكاء الاصطناعي أو نقله أو إصلاحه بحيث يعود للمجتمع مرة أخرى دون أن هو يرتكب أي نوع من أنواع السلوك الإجرامي في المستقبل. يبقى من العقوبات اللي قد تفرض على الذكاء الاصطناعي سحب رخصة القيادة لمدة محددة فيما يتعلق بالسيارات ذاتية القيادة. بيلاحظ هنا بقى ان الذكاء الاصطناعي ده في حالة لو ثبتت مسؤوليته، فإن القواعد الجنائية العامة اللي بتنص على العقوبات السالبة للحرية، الحقيقة ان هذه القواعد الجنائية العامة اللي بتنص على عقوبات سالبة للحرية لا تصلح لمواجهة هذا النوع من المجرمين، وده بسبب انها بتتنافى وخصوصية الذكاء الاصطناعي، وفضلا عن ذلك اننا لا نستفيد شيئا في حالة الحكم على هذا الكيان او على هذا الكائن بهذه النوعية من العقوبات والزج به في سجن في السجن. لن تكون هناك أي فائدة في مثل هذه العقوبات. لكن العقوبات الأخرى غير السالبة للحرية يمكن أن يطبق أو يمكن تطبيق القواعد العامة بشأنها فيما يخص جرائم الذكاء الاصطناعي، زي مثلا الغرامات والمصادرة وإيقاف تشغيل الذكاء الاصطناعي أو إعادة تأهيله وغيرها. يبقى الذكاء الاصطناعي لو ثبت مسؤوليته أو في حالة ثبوت مسؤوليته، فإن القواعد الجنائية العامة التي تنص أو تتضمن عقوبات سالبة للحرية لا تصلح هذه القواعد لمواجهة هذا النوع من المجرمين. خير دليل على ذلك ما نص عليه المشرع في دولة المغرب بخصوص العقوبة عن الجرائم اللي بترتكبها الأشخاص المعنوية العامة، فقد أورد هذا المشرع في المادة 127 من القانون الجنائي على أن الأشخاص المعنوية لا يمكن أن تطبق عليهم العقوبات السالبة للحرية، ولكن من الممكن ان يتم تطبيق عليهم عقوبات اضافية وكذلك غرامات مالية او تدابير وقائية. وده بيعني ان العقوبات الاصلية لم يقررها المشرع المغربي الا للشخص الطبيعي فقط دون سواه. كل هذا بيعني ان تقنيات الذكاء الاصطناعي ديت بتتناسب والعقوبات المطبقة على الذكاء أو على الشخص المعنوي وليس الشخص الطبيعي. تقنيات الذكاء الاصطناعي بتتناسب مع العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي ولا تكون متناسبة مع العقوبات التي تتوقع على الشخص الطبيعي. وبالتالي بيمكننا ان احنا نواجه الذكاء الاصطناعي ده بالعقوبات الواردة في القواعد العامة التي توقع او تخاطب الشخص المعنوي. ترتيبا على ذلك نقدر نقول ان كل من قام بارتكاب الجريمة فبيستحق العقاب وبيستحق ان يتم ردعه وزجره جنائيا، وكذلك من تثبت مسؤوليته الجنائية فيما يتعلق بسلوك إجرامي فبتكون العقوبة له في هذه الحالة هي خير علاج.
كمان لو ثبت في حق كل من المستخدم والمنتج مسؤولياتهم الجنائية، فإنهم هيعاقبوا بموجب القانون عن هذا السلوك، طبعا ده وفقا للقواعد العامة الواردة في القانون الجنائي. أيضا الذكاء الاصطناعي هو الآخر بيمكن إن هو يعاقب وفقا لهذه القواعد العامة، ولكن الفرق في هذه الحالة إن الذكاء الاصطناعي هتطبق عليه فقط العقوبات اللي بتطبق على الشخص المعنوي زي ما قلنا الغرامات والإيقاف والمصادرة، ولا تطبق عليه العقوبات التي من الممكن ان هي تطبق على الشخص الطبيعي. ولكن في نفس الوقت على التشريعات الجنائية مهمة ان هي تسارع في استخراج النصوص القانونية التي تتماشى مع هذا التطور و الذي سنشهده في مجال التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الأيام القليلة المقبلة. الحقيقة ليس دائما ما تفرض العقوبات الجنائية على الذكاء الاصطناعي، ليس دائما ما تفرض العقوبات الجنائية على الذكاء الاصطناعي، بل من الممكن ان هو يقوم بالتحلل من هذه العقوبات وان هو يدفعها، وبالتالي يتحلل من مسؤوليته الجنائية عن الجرائم التي ترتكب. فهل هذا الأمر من الممكن أن يكون أو من الممكن أن يتم إعماله؟ يعني من الممكن النهاردة أن يتم دفع المسؤولية الجنائية وانتفاء المسؤولية الجنائية عن جرائم أو فيما يتعلق بجرائم الذكاء الاصطناعي؟ ده اللي هنعرفه في المحور الثاني في محاضرتنا النهاردة إن شاء الله. إذا محورنا الثاني هيكون مخصص للحديث عن حالات انتفاء المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي، حالات انتفاء المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي. الحقيقة في البداية عايزين نعرف إن مسألة تحديد العقوبة بتبقى أو بيكون للقاضي فيها سلطة تقديرية. يعني القاضي النهاردة في أحد السلوكيات أو الأفعال المجرمة والتي تعرض عليه بيكون له إن هو بيكون له سلطة تقديرية في إنه يوقع مثلا الجزاء الجنائي المناسب مع هذا الفعل الإجرامي أو مع هذه الجريمة. كمان بيكون له سلطة تقديرية في إنه يوقع العقوبة بالطريقة التي يراها مناسبة لردع المجرم بدلالة عنصرين فقط، وهما خطورة الجريمة المرتكبة وشخصية المجرم. والحقيقة إن هو أثناء قيامه بذلك أو أثناء فعله ذلك بيكون قد حدد العقوبة وأفرضها، لكن الاستثناء من هذا الأصل إن المشرع قد يتدخل ويقرر إما إن هو يرفع العقوبة أو إن يخففها أو إن يعفي منها تماما، وده بيكون إما لأسباب عائدة لشخصية المجرم إما لأسباب عائدة لشخصية المجرم أو الأسباب دي أسباب شخصية بترجع لشخصية المجرم أو لأسباب مادية ترجع لظروف ارتكاب الجريمة قدر الضرورة وتأثيرها في مقدار العقوبة في حالة تحديد القاضي للعقوبة، بحيث يكون توافر أحدها أو أكثر فارضا نفسه على القاضي وجوبا، وبالتالي فهنا لا يجوز له حينئذ ان هو يحدد العقوبة دي دون ان هو يراعي هذا السبب الذي يؤثر في مقدارها. من الأسباب اللي بتؤدي إلى تخفيف العقوبة وزي ما احنا عارفين أو معظمنا يعرف، ودي حالة الحالة اللي بتسمى بحالة الدفاع الشرعي.
حالة الدفاع الشرعي دي بنلمسها او بنجدها في حالة لو الشخص مثلا تعرض لاعتداء النهاردة وشيك عليه خلاص، فبالتالي بيقوم هذا الشخص بدفع هذا الاعتداء عنه واستعمال حقه في الدفاع الشرعي. يبقى من الأسباب التي تؤدي إلى تخفيف العقوبة بنجد حالة الدفاع الشرعي عندما يقوم الشخص بالدفاع عن نفسه نتيجة قيام شخص آخر بأن هو يعتدي عليه فأودى بحياته. الحقيقة أن أغلب التشريعات لا تعترف بحالة الدفاع الشرعي دي إلا بالنسبة للنفس البشرية أو بالنسبة للإنسان أو الشخص الطبيعي. لا تعترف أغلب التشريعات بحالة الدفاع الشرعي إلا فيما يخص النفس البشرية أو فيما يتعلق بالإنسان الطبيعي. ترتيبا على هذا الأمر فإننا لا نستطيع إن إحنا نسلم بإن الروبرت الآلي النهاردة من حقه إن هو يدافع عن ذاته. لا يمكن التسليم للروبرت الآلي ده بإن هو يدافع عن ذاته، لأن الحقيقة هيكون هناك عدم تناسب بين المصلحتين اللي هيهدف القانون لحمايتها للنفس البشرية. يعني النهاردة ما نقدرش نقول لو إن في روبرت مثلا صناعي قام بالاعتداء على شخص أو إنسان ونقول إنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه. هنا يكون أو نكون بصدد عدم تناسب بين مصلحتين، حيث أن المصلحة الأعلى والمصلحة الأولى هي حماية نفس البشرية للإنسان، وبالتالي فلا يمكن إن إحنا نعترف للروبرت الصناعي ده، لا يمكن لنا ان احنا نعترف له بحقه في ان هو يقتل انسان طبيعي بسبب خطر حال وقائم تعرض له الروبوت من قبل الانسان الطبيعي. ففي الحالة دي لا يمكن الاعتراف للروبوت ده بحقه في ان يقتل الانسان ده وان هو يكون في حالة دفاع شرعي عن نفسه. فيمكن ان احنا في الحالة دي نسائل الانسان الطبيعي عن الجرائم او عما يكترفه من جرائم في شأن الروبرت بعد ذلك، لكن دون ان احنا نعترف لهذا الروبرت بحقه في الاعتداء على الانسان الطبيعي تحت مسمى حالة الدفاع او حق الدفاع الشرعي. لكن ده لينبغي ان هو نأكد على انه لا يعني ان يتم افلات الشخص الطبيعي من المساءلة القانونية اذا قام مثلا باتلاف الروبرت او تعرض له تعرضا يشكل جريمة جنائية. يبقى اذا لا يمكن ان احنا نسلم ونعطي للروبرت الآلي حق الدفاع عن نفسه ولا نعترف له بحقه في ارتكاب الجرائم ضد الإنسان الطبيعي بسبب حالة الدفاع الشرعي. بالمقابل بنجد إن حالة الدفاع الشرعي دي بتكون قائمة في حق الإنسان الطبيعي زي ما قلنا، وبيكون من حق هذا الإنسان الطبيعي إن هو يدافع عن نفسه في حالة تعرضه لأي خطر يهدده. لكن في مجال الذكاء الاصطناعي إذا كان موضوع أو حالة الدفاع الشرعي غير قائمة لأنه ليس إنسانا طبيعيا بنخشى من موته أو من فقدانه، غير أنه هل يحق للروبرت ده إن هو يقوم بالدفاع عن مالكه؟ أي هل يمكن للروبرت العمل كمدافع عن الإنسان الطبيعي من تعرضه لأي اعتداء؟ وفي الحالة دي نقدر نقول إن في حالة دفاع شرعي في هذه الحالة، ده اللي هنعرفه بعد قليل إن شاء الله. الحقيقة إن الآراء في مسألة دفاع إن الآراء اختلفت في مسألة
قيام الروبوت الصناعي ده بالدفاع عن مالكه في هذه الحالة. وهذا الاختلاف الحقيقة كان على رأيين. الرأي الأول وكان بيرى إمكانية تصور الاستعانة بالروبوت كمدافع عن الإنسان، يعني أصحاب هذا الرأي بيقولوا أو شايفين أنه من الممكن أن يتم الاستعانة بالروبوت الاصطناعي ده كمدافع عن الإنسان، بشرط أن الروبوت ده يتمتع بأنظمة برمجة متطورة لحد يستطيع ان هو يوازن معه بين فعل الاعتداء على صاحبه اللي بيكون مكلف بالدفاع عنه، وكذلك الموازنة بين سلوكه المتمثل في الدفاع الشرعي عنه. لكن لو لم يتوافر هذا الشرط فإن مستخدم الروبوت ده هيعد مسؤولية جنائية كاملة عما يتسبب فيه الروبوت المدافع للغير من أذى، لكونه لا يعدو هنا أن يكون مجرد أداة بيستخدمها هذا الملك. ده وجهة نظر الاتجاه أو الرأي الأول فيما يخص إمكانية قيام الروبوت بالدفاع عن مالكه. جه رأي تاني وشايف او بيرى امكانية تصور الاقرار بحق الروبوت في الدفاع عن نفسه ضد اي اعتداء بيتعرض له، شريطة ان هو يكون لديه القدرة على انه يتعامل في نطاق حدود معينة زيه زي الانسان، وان يكون لديه القدرة على التمييز. يبقى الرأي التاني ده شايف انه من الممكن ان احنا النهاردة نقر بحق الروبوت الالي ده في ان هو يدافع عن نفسه ضد اي اعتداء قد يقع عليه، لكن بشرط ان يكون لديه قدرة على انه يتعامل في نطاق حدود معينة زيه زي الانسان، وان هو يكون لديه القدرة على التمييز في هذه الحالة. يبقى اذا اختلفت الاراء فيما يتعلق بمدى امكانية قيام الروبوت بالدفاع عن مالكه تحت او في نطاق استخدام حالة الدفاع الشرعي. بنلاحظ هنا ان هناك من ينفي حالة الدفاع الشرعي عن الروبوت. بيلاحظ ان هناك بعض الفقه بينفي حالة الدفاع الشرعي عن الروبوت الا في حالة ما اذا كان مدافعا عن مالكه. كمان هناك من يقررها له وحسب رأي البعض، فبيتم تأييد الرأي الأول أو الاتجاه الأول. وبالتالي فالذكاء الاصطناعي أو الروبوت ده حتى وإن كان النقاش حوله مازال دائر ومحل نقاش حول إن هو يتمتع بالإدراك الاصطناعي، وإن هو من الممكن أن يميز بين الصح والغلط، فإنه سيظل في نهاية الأمر ليس بمخلوق، وإنما هو نظم أو نظام وليد يد الإنسان وليس من قبيل النفس التي نخاف أن يتم إزهاق روحها. وإزهاق روحه لا يمكن أن هو يمس اي ضرر او يترتب عليه اي ضرر للمجتمع نتيجة حدوث جريمة القتل. لكن هذه النظم او هذا الروبوت او هذا الذكاء الاصطناعي هو في حقيقة الامر عبارة عن انظمة ذكية. هذه الانظمة بتعمل ببرمجيات لا غير. الذكاء الاصطناعي عبارة عن نظم ذكية بتعمل من خلال برمجيات لا اكثر من ذلك. لا يمكن ان احنا نقر لهذه النظم الذكية او لهذه الانظمة الذكية، لا يمكن ان احنا نقر لها امكانية تمتعها بحالة الدفاع الشرعي عن نفسها. وبالتالي ثم مدام ان العمل الان بيجري على مسألة الادراك الاصطناعي، فحالة الدفاع الشرعي دي قد تجد مسعاها لاستطاعته ان هو يدافع عن مالكه في حالة علمه اللي هو الروبوت
بخطر يهدد مالكه، وبالتالي يمكنه ان هو يتدخل لمساعدة مالكه وان هو يدافع عنه. وهنا في الحالة ديت هتكون مسألة الدفاع الشرعي مسألة قائمة وموجودة. بالتالي يمكن تصور حالة الدفاع الشرعي للذكاء الاصطناعي ده إذا كان مصدر الاعتداء عليه ليس بإنسان طبيعي وإنما بإنسان آلي. يعني النهاردة لو الروبوت أو الذكاء الاصطناعي ده اتعرض للاعتداء عليه من قبل جهاز ذكاء أو كيان ذكاء اصطناعي أو روبوت آخر، من الممكن في هذه الحالة نتصور أن تقوم حالة الدفاع الشرعي، خاصة عندما يستشعر الروبوت ده بأن في خطر بيهدده من روبوت آخر أو من نظام ذكي آخر يمكنه الدفاع، فبالتالي يمكنه الدفاع عن نفسه وذلك بتدميره. في هذه الحالة بيمكن أن يتصور قيام حالة الدفاع الشرعي. أما بين قيام حالة الدفاع الشرعي بين شخص طبيعي وبين روبوت فلا يمكن أو لا من غير المعقول أنه يتصور قيام حالة الدفاع الشرعي في هذه الحالة، لأن عندنا مصلحة أولى بالحماية وهي النفس البشرية، لأن هي الأولى شرعا بالحماية من حياة الإنسان الآلي ده. في هذا الصدد أو في نفس هذا أو في نفس الصدد البعض بيقترح إمكانية إعمال القواعد العامة لموانع المسؤولية الجنائية بالنسبة لكيانات الذكاء الاصطناعي. بيقترح البعض إمكانية إعمال القواعد العامة لموانع المسؤولية الجنائية بالنسبة لكيانات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم بيجوز الإعفاء من العقاب بالنسبة للروبوت إذا تدخل مصدر خارجي أثر في سلوكه. بيجوز الإعفاء من العقاب بالنسبة للروبوت الاصطناعي ده في حالة لو تدخل مصدر خارجي وأثر في سلوك الروبوت بشكل إن هو يفقده القدرة الذاتية على التحكم في أفعاله وتصرفاته، وبالتالي في هذه الحالة لا يمكن إسناد الجريمة له. في حين ان القواعد اللي بتنظم حالة الدفاع الشرعي ديت لا يمكن ان يواجه بها او نواجه بها تقنيات الذكاء الاصطناعي لانها بتتعارض مع خصوصياته، وعلى اعتبار ان هذه القواعد قواعد بتخاطب فقط العنصر البشري اللي بنخشى من فقدانه في حالة انه لم يدافع عن نفسه. اما الكائن الذكي ده او الروبوت ففقدانه لن يؤثر باي شكل من الاشكال في المجتمع، وبالتالي فبيتم استبعاد تطبيق عليه قواعد الدفاع الشرعي في هذه الحالة. من هنا نقدر نقول ان امكانية تطبيق موانع المسؤولية الجنائية الواردة في القانون الجنائي للذكاء الاصطناعي من الممكن ان يتم تطبيقها، لكن ده مشروط بان يكون قادر ومدرك على التمييز ويكون لديه القدرة على انه يميز بين الافعال في اطار قدر كاف بما يمكن ان هو يقوم به من سلوكيات. يبقى من الممكن ان يتم تطبيق موانع المسؤولية الجنائية التي ترد في القانون الجنائي يمكن تطبيقها بالنسبة للذكاء الاصطناعي شريطة ان يكون مدركا وقادر على التمييز. بعد كده بيأتي شخص من الغير يقوم بتعطيل قدرات الذكاء الاصطناعي الذاتية او التأثير عليها بشكل او بيحدث خلل ذاتي في هذا العقل الالكتروني، زي في حالة مثلا لو تعرض هجمات فيروسية فبتجعله زي الإنسان المجنون
وبالتالي هنا لا يعد الذكاء الاصطناعي مسؤول مسؤولية جنائية، لأنه افتقد أهم عنصر لقيام هذه المسؤولية، وهو عنصر العقل والتمييز. يبقى في قيام أو موانع قيام المسؤولية الجنائية مشروطة بأن الذكاء الاصطناعي ده يكون مدرك وقادر على التمييز بين الأفعال، لكن لو غاب هذا الشرط وانعدم فلا يمكن القول بقيام المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي. وضربنا مثال على ذلك بموضوع الهجمات الفيروسية التي يتعرض لها الذكاء الاصطناعي. الحقيقة ان التفاؤل بيثور حول اذا كان بالامكان ان احنا نطبق بعض حالات انتفاء المسؤولية الجنائية الواردة في القواعد العامة على جرائم الذكاء الاصطناعي. هل من الممكن النهاردة ان احنا نطبق حالات انتفاء المسؤولية الجنائية الواردة في القواعد العامة نطبقها على جرائم الذكاء الاصطناعي؟ هل بالامكان ذلك ام لا؟ من ابرز هذه الحالات حالة القوى القاهرة. والحقيقة ان القوى القاهرة بيقصد او بتعني هي الحادث الفجائي الذي لا يمكن توقعه او يمكن دفعه بالحيطة والحذر. وحالة القوى القاهرة بيمكن تصورها او بيمكن تصور تطبيقها على الذكاء الاصطناعي كما لو تعرض احد الروبوتات للضرر بسبب كارثة طبيعية زي الزلزال، الامر اللي تسبب في ارتكابه لاحد الافعال الاجرامية. عندنا كمان من هذه الحالات حالة الجهل بالقانون، وده بيكون في حالة لا عندما يكون الروبوت مبرمجا بشكل ناقص بحيث ان هو لا يستطيع ان يدرك بعض الجوانب القانونية، وهنا بيتم انتفاء الركن المعنوي لديه. الحالة الثالثة من حالات انتفاء المسؤولية الجنائية هي حالة انعدام الإدراك أو القدرة على التمييز، بحيث إن هو يفقد التحكم الكامل في أفعاله، زي مثلا وقلنا لو تعرض لهجوم فيروسي أو تعرض لخلل فني أدى إلى انعدام إدراكه وتمييزه بين الأفعال. يبقى ديت اهم الحالات اللي من الممكن ان يتم تطبيق القواعد او بتنتفى فيها المسؤولية الجنائية الواردة في القواعد العامة على جرائم الذكاء الاصطناعي. قلنا من القوى القاهرة والجهل بالقانون وانعدام الادراك او القدرة على التمييز. خلاصة القول اذا ان الذكاء الاصطناعي كما نعلم اصبح في يومنا هذا هو حقيقة واقعة لا جدال فيها، فضلا عن ان هذا الكيان هو في تطور مستمر وفائق. هذا التطور الخاص بنظم الذكاء الاصطناعي ادى الى ظهور العديد من الجرائم، سواء كان هو المسؤول عنها او غيره او المصنع او المستخدم او المالك. كما نجد ان الذكاء الاصطناعي ده تم منحه الجنسية في بعض الدول زي المملكة العربية السعودية اللي اعترفت بالروبرت صوفيا، وفي بعض الدول ايضا اعطت الشخصية المعنوية الاعتبارية للذكاء الاصطناعي كما نجده في بعض الدول زي الامارات العربية المتحدة. لكن اذا ارتكب الذكاء الاصطناعي شيئا بينتج عنه فعلا اجراميا، او حتى لو فشل في اتخاذ اجراء عندما يكون هناك واجب في التصرف بسبب خطأ ما او بارادته، ففي الحالة دي بيرتكب جريمة وبيكون الفعل الإجرامي لهذا النوع من الانتهاكات قد تحقق. وكمان بيكون تعيين الجريمة في بعض الأحوال أمر صعب للغاية، لأنه لا توجد نية لارتكاب الجريمة. وقد يكون من المعقول بالفعل إن نعقد برامج خاصة بالذكاء الاصطناعي، وهي اللي بيمكن فرضها ومقادتها بموجب نظم القانون الجنائي. بنخلص في محاضرتنا النهاردة إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي وانتشار استخداماته أثار العديد من التساؤلات فيما يتعلق بالآثار القانونية
في حالة لو ارتكب جريمة أو لو تم ارتكاب جريمة من قبل هذه التقنيات الذكية. ورأينا أنه فيما يتعلق بالعقوبات تم طرح التساؤل حول مدى ملائمة العقوبات التقليدية التي ترد في التشريعات الجنائية حاليا، مدى ملائمتها لطبيعة جرائم الذكاء الاصطناعي. كما بيثار النقاش والجدل حول البدائل العقابية المتمثلة في الغرامات المالية أو إيقاف التشغيل أو المصادرة، وكذلك العقوبات التي يمكن توقيعها على كل من المصنع والمستخدم والذكاء الاصطناعي نفسه. أما فيما يتعلق بانتفاء المسؤولية الجنائية، فبيطرح التساؤل حول ما إذا كان بالإمكان أن يتم تطبيق بعض حالات انتفاء المسؤولية كالقوة القاهرة والجهل بالقانون وانعدام الإدراك والتمييز على الجرائم التي ترتكب من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي. وبالتالي جرائم الذكاء الاصطناعي هذه بتثير العديد من التحديات والإشكاليات القانونية ذات الصلة بالعقوبات وانتفاء المسؤولية. بكده بنكون وصلنا لنهاية محاضرتنا العاشرة في مقرر التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي، وتناولنا في محاضرتنا النهاردة الآثار القانونية المترتبة على قيام المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي، وتناولنا أهم العقوبات المقررة على جرائم الذكاء الاصطناعي، وعرفنا أنه ليس بالإمكان أن يتم تطبيق العقوبات السالبة للحرية التي توقع على الشخص الطبيعي زي عقوبة الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، لكن بالإمكان أن يتم تطبيق العقوبات الأخرى زي الغرامات والمصادرة أو إيقاف التشغيل. كذلك تحدثنا في المحور الثاني عن حالات انتفاء المسؤولية في جرائم الذكاء الاصطناعي. بكده بنكون انتهينا من محاضرتنا العاشرة اليوم في مقرر الذكاء الاصطناعي، وانتهينا من مقرر الذكاء الاصطناعي. بتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتم من محاضرة اليوم، وان انتوا تكونوا استفدتم من مقرر الذكاء الاصطناعي في برنامج ماجستير القانون الرقمي. بتمنى لحضراتكم كل التوفيق والسداد، وألقاكم على خير ان شاء الله تعالى. بستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.